السؤال الأخير الذي أعتقد أنه هو أنسب ما يمكن أن يكون ختاما لهذه الأمسيات الرائعة الماتعة التي عشنا فيها مع فضيلتك خلال هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. إحنا تكلمنا يعني بإشارة يعني فيها نوع من التفصيل في سورة الكهف وسورة يوسف، وأشرنا إلى سور أخرى إشارات سريعة، ولكن حتى كلامنا عن سورة يوسف لم نستقصيها بالكامل، وسورة الكهف لم نستقصيها بشكل كامل، كل واحدة منهم تحتاج إلى أيام أطول بكثير من عمر البرنامج. لكن شهر رمضان هو شهر القرآن، ولكن للأسف نرى كثير من الناس حتى ليس فقط في قضية العمل، فيما يتعلق بقضية التلاوة والورد من القرآن الكريم، تقول الزوجة لزوجها، يقولها وين المصحف؟ تقول له موجود. وين موجود؟ تحت الغبار، مكان ما خليته السنة الماضية في رمضان الماضي. فموجود المصحف على حطته، على غباره من العام للعام، كأننا لا نقرأ القرآن إلا في شهر رمضان. حياتنا مع القرآن ونحن في ختام رحلة مع كتاب الله تبارك وتعالى الذي قلنا عنه تأكيدا لكلام الله عز وجل وبالحق نزل. طبعا هو يعني كتاب الله تبارك وتعالى لا تنفذ عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، وكما وصفه الله تبارك وتعالى أنه قرآن كريم. ومن عادة الكريم أنك إذا أتيته لا تخرج خالي الرفاض من عنده، فكذلك كل إنسان يقبل على القرآن بقلبه لابد أن يرجع بمعان جديدة، لا سيما إذا كان مطالعا لكتب التفسير وكان عنده فضل تدبر وتأمل لكتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى مهيمنا على ما سبق من الكتب التي أنزلها على أنبياء الله السابقين صلوات الله وسلامهم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب المهيمن ما ترك الله تبارك وتعالى فيه شيئا يمكن أن يعتبر به الإنسان إلا ذكره فيه. احنا عندنا القرآن ثلاث أشياء: قصص الماضين، وهذا هو التاريخ ومنه تستقى العبرة، وكما نقول دائما اللهم اجعل لنا عبرة ولا تجعلنا عبرة، فنعتبر بالأمم السالفة، ما الذي أهلك الأمم السابقة فلا نفعله حتى لا نهلك، ما الذي أنجاها حتى نفعله فننجو، والتلت الثاني وهو الأحكام، أي ما فرضه الله تبارك وتعالى وطلبه منا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة، والمحظورات التي لا يجوز لنا أن نقترب منها سواء كانت محرمات أو كانت مكروهات، والتوحيد. القرآن هو ثلاثة دول، حيث يممت وجهك إلى أي معنى من هذه الثلاثة لابد أن ترجع بشيء، تمام؟ فإن أهملت القرآن وتركته فقد وصفه الله تبارك وتعالى كما وصفه في الأول بأنه كريم، وصفه بأنه عزيز، ومن طبع العزيز أنه لا يبقى على الضيم، فإن أهملت القرآن فمن عزته يتركك. يعني إذا الإنسان لم يراجع القرآن كثيرا وكثيرا وكثيرا أنه بيتفلت، وهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، دائما بتنسى، وعايز إنسان يهتم به ويراجعه. فمن تمام عزته أنه أنك إذا تركته تركك ولا يرجع إليك حتى ترجع مرة أخرى وتهتم به. فأنا يعني أوصي المسلمين في هذا الشهر، وكل أسف أكثر شهر فيه ملاهي وفيه لعب وفيه خنا وفيه فجور وفيه كل الموبقات يجعلونه كله شهر رمضان، وما أعتقد أن هذا صدفة، إن هو كده شهر يصلوا صيامهم فيه إطلاقا، هم يريدون أن يصرفوا الناس لأنهم مقبلون بطبعهم على هذا الشهر، له خصيصة لا يعني يشترك فيها أي شهر آخر، إقبال الناس حتى على التراويح، اللي هم لو إن التراويح موجودة في أي شهر لا يقبلون عليه كما يقبلون عليه في رمضان، وإذا كانوا يقرؤون القرآن لا يختمون القرآن إلا في رمضان. أعداؤنا عرفوا هذا، في إقبال شديد، ويمكن أن يكون بداية أي بقى أنا ملتزم في رمضان. وأنا أعرف كثير من الناس الذين أعرفهم شخصيا يعني بداية هدايتهم كانت في رمضان، برضو جاء مع الناس الذين يأتون إلى المساجد في رمضان، استمع إلى درس، حضر في التراويح، صلى، انفتح قلبه لمقتضى مع أي معاني إيمانية،
سمعها بدأت مسيرة الهداية بالنسبة له في رمضان، فهم يصدون الناس عمدا عن الهداية. فأنا بقول يعني لأي حد، إياك أن تظن أنك إذا أفطرت بالطعام والشراب كده الصيام انتهى، وتقعد بقى تشوف الفوازير وتقعد تشوف الراقصات وتشوف المسلسلات التي تشتمل على الخنا والفجور. احذر من هذا. ليه؟ لأن في ميزان. صمت نعم ثم أسأت بعد ذلك، هذا يضع في الميزان وهذا يضع في الميزان، سيئتك في الميزان وحسنتك في الميزان، أي الكفتين ترجح؟ فهو تتخيل يعني أن أنت عملت حسنة فتحط في مقابلها سيئة؟ لا، إذا عملت حسنة فأبقيها حسنة كما هي واتبعها بأختها. أي طبعا، واتبعها بأختها. نعم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.